بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طلابي الأعزاء، نلتقي اليوم في المحاضرة الثالثة من مادة بحوث العمليات بعنوان نموذج البرمجة الخطية. طبعا عناصر محاضرة اليوم اللي هي نموذج البرمجة الخطية، نحن خدنا طبعا شكل نموذج البرمجة الخطية وتكلمنا عليها، لكن هنا وضحت بعض النقاط اللي هي تعريف نموذج البرمجة الخطية تكلمنا عليه، استخدام نموذج البرمجة الخطية عرفنا كيف نستخدمه، وعرفنا الشكل الرياضي لنموذج البرمجة الخطية. النقطة المهمة اللي نبي نتكلم عليها في العناصر هذينا اللي هي صياغة نموذج التقليل في البرمجة الخطية. نحن خدينا التعظيم وخدينا عليه مثال وعرفنا كيف نصيغه، هنا حنجول صياغة نموذج التقليل. أولا استخدام نموذج البرمجة الخطية. تحتوي استخدامات نموذج البرمجة الخطية على الآتي: أولا تخطيط الإنتاج، حيث تساعد البرمجة الخطية في تحديد عدد الوحدات التي يجب إنتاجها من كل نوع من المنتجات التي ينتجها المشروع، بحيث يمكن تعظيم الأرباح في ظل وجود موارد محدودة. ثانيا مزج أو خلط الموارد. تساعد البرمجة الخطية في مزج عدد المكونات أو العناصر مع بعضها ويناسب لكل عنصر، وذلك لتخفيض تكلفة المنتج الجديد إلى أقل حد ممكن مع مراعاة الجودة المطلوبة للإنتاج، مثلا أدوية، مواد غذائية، صناعية، كيميائية. ثالثا تخطيط الاستثمارات. إن المساعد في توزيع رأس المال لإنفاقه على عدد من البدائل الاستثمارية، بحيث يمكن تحقيق أكبر عائد ممكن من مجموعة هذه البدائل. الشكل الرياضي لنموذج البرمجة الخطية. الشكل الرياضي لنموذج البرمجة الخطية، أول حاجة عندي دالة الهدف الخطية، وهي عبارة عن هدف اقتصادي تسعى المنظمة إلى تحقيقه، ويتم التعبير عنه في صورة معادلة أو دالة رياضية ونرمز لها بالرمز زد تعظيم الأرباح. هنا عندكم المتغير هي طبعا دالة التعظيم اكس 1 زائد اكس 2. الستة والثمانية هذين افتراضية ارقام من عندي انا، لكن هذين مش ثوابت راهني تغيرا. بعته في دالة التقليل، هنا في حالة هذه تعظيم ارباح، التقليل حتكون الستة حتتحول الى اربعة لانها قلت عندي، والثمانية حتتحول الى ثلاثة في الاكس 2، فهنا حيكون عندي تقليل. اما التعظيم تكون الحالة الدالة او المعادلة عندي في حالة تعظيم، يعني في حالة ارباح. بعدين هذه أول خطوة في الحل. ثاني خطوة مجموعة من القيود أو المحددات، وهي التي تعبر عن الظروف التي سوف يتخذ في ظلها، ويجب التعبير عن هذه القيود رياضيا أو بمعادلة أو متبينات. مثلا هنا عندي 100 اكس 1 زائد 50 اكس 2 أكبر من أو تساوي 1000. رأى الأرقام اللي نحط فيها أرقام افتراضية باش تعرف أنك أنت تصمم المحددات أو القيود. بعدين عندي 100 في اكس 1 زائد 50 اكس 2 اقل من او تساوي 1000. ثالث خطوة عندي في الحل اللي هي شرط عدم السلبية، وهذا يعني ان قيم متغيرات القرار لابد ان تكون ذات قيمة صفرية او قيمة موجبة، اللي هي اكس 1 واكس 2 اكبر من او تساوي الصفر في حالة التعظيم او تقليل الاشارة، دائما اكبر من. بعدين عندي ثالثا تعريف نموذج البرمجة الخطية. يعرف نموذج البرمجة الخطية على أنه عبارة عن أسلوب رياضي يستخدم في إيجاد أفضل تخصيص لموارد المنظمة المحدودة، اللي هي الآلات، الأفراد، المواد الخام، الطاقة، الأموال، البيانات. هذه الموارد دائما تتصف بأنها موارد محدودة. البرمجة تعني أسلوب رياضي يستخدم لإيجاد الحل الأمثل. الخطية تعني وصف علاقة بين المتغيرات في نموذج بصورة خطية، أي إذا رسمت هذه العلاقة فإنها تأخذ الشكل المستقيم. حنجول صياغة نموذج التقليل. عطيتكم مثال هنا، تتبع احدى الشركات الصناعية انواع ثلاثة من المنتجات A و B و C، ويتم انتاج هذه الانواع في مصنعين من مصانع الشركة، اللي هو مصنع واحد ومصنع اثنين، وعطاني ثلاث منتجات اللي هي ال A وال B وال C. ان المصنع واحد من A ينتج 6 طن، وان المصنع اثنين من A ينتج 2 طن. بعدين نجي المنتج B من المصنع الأول ينتج كم؟ 2 طن، ومن المصنع الثاني حتى هو المنتج B يصنع 2 طن. تمام. نجول C 4 طن ينتجهن المصنع الأول، وعندي المصنع الثاني 10 طن. مهم جدا جدا اني انا نفسر المعطيات للمنتج الأول وللمنتجات الثلاثة لكل مصنع.
لازم اننا نعرف كل منتج في كل مصنع كم نتج لي، تمام؟ وقد تعاقدت الشركة مع احد الشركات الصناعية الاخرى على اساس انتاج 12 طن على الاقل. ريتوا هنا كلمة على الاقل هذه معناها انا عندي هنا تقليل لازم اني نركز فيها، من النوعين A و 8 طن على الاقل ريتوا من B و 5 طن على الاقل من النوع C، معناها هنا عندي حالة تقليل لان كل المنتجات انتجت باقل التكاليف، مما يكلف الشركة 6000 دينار يوميا لتشغيل المصنع رقم 1 و 7000 دينار يوميا لتشغيل المصنع رقم 2. وترغب هذه الشركة في معرفة عدد الأيام التي يستغلها كل مصنع لكي يمكنه من أن يفي بشروط العقد، وبعته مازال يذكر لكم، وذلك بأقل تكلفة ممكنة. يعني في هذه الحالة أني نراه عندي أقل تكاليف ممكنة حققها لي هذا المصنع أو المصنعين اللي أنا نخدم فيهم. يعني ما عنديش أي معلومة هنا تفيدني إن هم حققوا بأرباح أو بتكلفة بقيمة أعلى من القيمة اللي قبلها، كلها تدل على إن هي في حالة شني، في حالة تقليل، لأن قال لي المنتج الأول أنتج على الأقل هو الـ A والـ B أنتج على الأقل و C أنتج على الأقل. قال لك حلل هذه المعادلة أو شوف هذه الشركة شن حققت لي بأقل تكلفة ممكنة، على طول نعرف روحي أني أنا هنا في مان اللي هي دالة التقليل، ونشوف أنا كيف نبي نصيغ نموذج برمجة خطية في هذه الدالة اللي هي دالة التقليل. هنا جيت حطيت لكم ضع هذه المشكلة في صورة نموذج برمجة خطية. نجول للحل. أول حاجة حنديرها إكس واحد عدد الأيام التي يشتغلها المصنع الأول كم يوم، إكس اثنين عدد الأيام الذي يشتغلها المصنع الثاني، بحيث أن دالة التقليل اللي هي زد أقل التكاليف نكتب عليها أن هي أقل التكاليف في الحل، حتكون 6000 اللي هي إكس واحد زائد 7000 إكس اثنين. عرفنا هنا أن الإكس واحد والإكس اثنين اللي هن شني التكلفة اللي حددها بالأقل من المصنع الأول ومن المصنع الثاني. بعدين بعد صغنا نموذج البرمجة الخطية نبدأ في القيود. القيود عندي اللي هن المحددات، عندي 6x1 زائد 2x2 أقل من أو تساوي 12 طن. يعني المصنع الأول والمصنع الثاني شنحدد من منتجات راهن أقل من أو يساوي 12 طن. نجول القيد الثالث، 2x1 زائد 2x2 أقل من أو تساوي 8 طن. رقم 3، 4x1 زائد 10x2 أقل من أو تساوي 5 طن. هنا القيود علينا حدد لك المنتجات الثلاثة اللي هي A و B و C، على شرط شن يكون هذين المنتجات الثلاثة اللي عندي يكون أقل من أو يساوي الصفر، لأن لو كان أكبر من أو يساوي الصفر معناها في الحالة هذه الدالة حتكون تعظيم وحيقعد فيه عندك حاجة خطأ، حترد تعاود من الأول. به أنا كيف نبي نعرف أن هذه أقل من أو تساوي الصفر؟ ركزوا معايا، الأطناش أكبر ولا الستة أكبر؟ الأطناش أكبر ولا الاثنين أكبر؟ عندي الأطناش المنتج اللي هو حقق أكبر من الأطنان اللي هن عندي، معناها هنا في الحالة هذه حالة تقليل، حتكون أقل من أو تساوي الصفر. شوفوا القيد الثاني اللي هي عندي 2x1 و 2x2 هو حقق كم؟ 8، معناها حتى هي عندي تقليل. باهي تعالي نشوف اللي بعدها، عندي 4 وعندي 10 واللي بعدها عندي كم؟ 5، معناها حتى هنا عندي شني تقليل، 10 ما انبهتش فيها. ليش؟ لان القيد الاول حقق اقل تكلفة والثاني حقق اقل تكلفة والثالث حقق النص باقل تكلفة، يعني حاجة بسيطة طلعت لي مش حتأثر، حتى لو طلع لك العشرة هنا مش حيأثر، حيكون في حالة شني؟ حالة تقليل. معناها في الحالة هذه حنجي نقول له راهو 1 اكس 1 اللي هو المصنع الاول في اكس 1 وعندك المصنع الاول في الاكس 2 راهن هذين الاثنين كانهن اقل من او يساوي الصفر، وهذا هو شرط عدم السلبية اللي يحقق لي شني؟ يحقق لي الدالة اللي هي الحل الامن. بعدين يطلب من كل طالب في نهاية هذه المحاضرة ان يقوم بالاجابة على هذه الاسئلة. اسئلة المحاضرة متاع اليوم، اول حاجة عرف نموذج البرمجة الخطية، وضع استخدامات نموذج البرمجة الخطية، الشكل الرياضي لنموذج البرمجة الخطية، بين صياغ نموذج التقليل. طبعا كل شيء تبي تقول تحكي لي عليه تبي تفرض لي عليه مثال،
تعريف نموذج البرمجة الخطية ما علينا، عرف لي تعريف الألم والأشمل ولا تكلم لي عليه شوية. لما نقول لك عرف معناها هنا تبي تحكي لي شوية في النموذج البرمجة الخطية. وضح الاستخدامات، حتوضح لي الاستخدامات، تفرض لي مثال. الشكل الرياضي نموذج البرمجة الخطية مش حتقدر تصيغ، حتتكلم شوية بعدين تعطيني مثال. بين صياغة نموذج التقليل، نحن تكلمنا عليها توا في مثال، انت تكلم عليها شوية وافرض عليها مثال من عندك، نبي نشوف نشاط الطالب فيه. هذا مطلوب منكم كورقة عمل.